للمزيد من التفاصيل معنا الدكتور حسني هليل، المساعد المدير العام للقطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. مساء الخير واهلا بحضرتك. اهلا حضرتك. اهلا بيك. عايز اعرف حجم المشروعات اللي مولها الجهاز في الصعيد قد ايه يا فندم؟ في البداية بشكر حضرتك على اتاحة الفرصة الجميلة ديت، واحب نعرف الناس اللي المشاهدين بايه هو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية في الصغر. الجهاز انشئ بقرار معالي رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنه 2017، والمعدل بقرار رقم 2370 لسنه 2018، ليحل محل كيان كان قام قبل كده اسمه الصندوق الاجتماعي للتنميه. وده ما كانش تغيير مسمى، بل كان انشاء كيان جديد بيعمل او اصبح لهذا الجهاز دورين او محورين في العمل، محور تنسيقي، وكان الهدف منه تجميع الجهود العاملة في هذا القطاع والتنسيق بين جميع الجهات والهيئات والوزارات والمؤسسات المعنية، وهو الدور اللي أضيف للجهاز للصندوق بموجب القرارات الجديدة، ودور تنفيذي وهو إتاحة حزمة من الخدمات المالية وحزمة من الخدمات غير المالية بيتم إتاحة للمستفيدين. الجهاز منذ إنشاءه عمل إيه؟ الجهاز منذ انشاؤه اللي هو بدأ في 92، ضخ في السوق المصري حوالي ما يقارب من 50 مليار جنيه. ال 50 مليار جنيه دول منهم حوالي ما يقرب من 50% تم ضخهم في محافظات الصعيد اللي هم 10 محافظات فقط من محافظات الجمهوريه. وبالتالي فان نصيب الصعيد من الخدمات المقدمه الصندوق، وانا تحديدا بتكلم عن الخدمات الماليه، ما يقارب من 50% من الخدمات سواء الماليه او غير الماليه. ده خلال الفترة كلها. خلال عام 2019 مضم ضخه في السوق في 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 السوق المصري في مجال المشروعات الصغيرة المتوسطة والمتناهية الصغر ما يفوق ال 4 مليار جنيه. منهم حوالي 50% أي ما يعادل 2 مليار جنيه تم توجيههم لمحافظات الصعيد. ده بالنسبة للخدمات المالية اللي تم توجيهها أو اللي تم تقديمها من الجهاز خلال الفترة الأخيرة. طب إزاي أسهم الجهاز يا دكتور حسني في حل مشكلة البطالة تحديدا في الصعيد؟ شوف يا ست الكل، إنشاء المشروعات الصغيرة بيبقى ليه دورين، دور أو ليه مردودين على مستوى الأشخاص أو على مستوى الصغير وعلى مستوى الدول أو الاقتصادات الدول. على مستوى الأشخاص أو الصغير بيعتبر إنشاء مشروع صغير هو أسهل طريقة لخلق فرصة عمل، وده كان هو الهدف الأساسي من إنشاء الجهاز تنمية المشروعات الصغيرة المتوسطة. لأن منح تمويل لإنشاء مشروع جديد أو التوسع في مشروع قائم بالتأكيد بينشأ عنه فرص عمل، فيعتبر أسرع وأسهل طريقة لخلق فرص عمل هو إنشاء مشروعات أو التوسع في مشروعات صغيرة قائمة. تمام. ده دور المشروعات على مستوى الصغير أو على مستوى التأثير المباشر بتاعه. هل تعلمي إن إيه هو دور المشروعات الصغيرة المتوسطة في اقتصادات العالم ومن ضمنها مصر؟ لو قلنا إن المشروعات الصغيرة بتساهم في الناتج المحلي لمصر حاليا بحوالي 40% مؤخرا، أصبحت 40% بعد أن كانت 25%. في الوقت اللي بتساهم فيه المشروعات الصغيرة في الناتج المحلي للنمور الآسيوية بنحو يقرب من 85%. طبعا جهد كبير يا دكتور حسني، احنا بنشكركم عليه، وطبعا اكيد يبقى لنا لقاءات ونتكلم اكتر بالتفاصيل في هذا الامر. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسني هليل، شكرا لحضرتك.